بعيدا عن الدوريات الحدودية التقليدية واستباقا لأي خطر متطرف، تقف السعودية بالمرصاد بسياجها الحديدي المتطور لحماية حدودها الممتدة مع العراق. السياج المتطور دشن في سبتمبر الماضي ويضم 50 كاميرا نهارية وليلية و40 برج مراقبة و50 رادارا، كما يبلغ طوله 800 كيلومتر، ما يجعله أطول سياج أمني في العالم. أحدث التكنولوجيات في مراقبة الحدود تستخدم في مركز جديد عرعر الذي يحوي محطات تحكم ومراقبة لأي تحركات مشبوهة عبر الحدود الشمالية للمملكة مع العراق. وفي هذه الغرفة يجلس الضباط خلف مكاتبهم لتمحيص الصور بعد وصولها عبر كاميرات المراقبة والرادارات المنتشرة على طول السياج. وعند رصد أي صور مشبوهة ترسل إشارة عاجلة إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة لدى دورية التدخل السريع على الأرض. يذكر أن الرياض وقعت اتفاقا مع شركة الدفاعات الأوروبية EIDS عام 2009 لتشييد سياج أمني متطور تكنولوجيا يغطي كافة حدود المملكة البالغ طولها 9000 كيلومتر، في الوقت الذي أصبح تنظيم داعش الخطر الأبرز الذي يهدد أمن المملكة من الجهة الشمالية، خاصة بعد سيطرته على مناطق واسعة من العراق المجاور وبعد مشاركة المملكة في الائتلاف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد المتطرفين. زينب خرفاتي، العربية.